وليست مهتمة بالمحادثات مع الولايات المتحدة. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات. بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. على الرغم من كل الاجتماعات الاقتصادية والتطمينات، يبدو أن وكالة ستاندرد أند بورز ستخفض تصنيف لبنان حسب معلومات أوردتها بلومبرغ، وهذا التخفيض ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمالي. بالتزامن، أعلن رئيس الجمهورية ميشيل عون أن ما طلب من لبنان في سادر سيطبق تباعاً، فيما تحدث وزير المال علي حسن خليل عن وجوب إعلان حالة طوارئ سياسية واقتصادية. في هذا الوقت تتفاعل نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لواشنطن وتثير جدالا في بيروت، فيما يلزم حزب الله نفسه الصمت، ويحاول أفرقاء الحكم تفعيل المصالحة الأخيرة من أجل تفعيل عمل مجلس الوزراء. وقد كان رئيس الجمهورية حريصا على التأكيد اليوم أيضا أن وحدة الجبل من وحدة لبنان. في الاقتصاد أولا، رجح مصرف جولدمان ساكس الأمريكي أن تعلن وكالة ستاندرد أند بورز بعد أيام قليلة تخفيض تصنيف لبنان الائتماني، ما يضع سنداته في فئة تحمل مخاطر وتكون غير قابلة للدفع وفقا لبلومبرغ. الرئيس ميشيل عون أكد أن ما طلب من لبنان في مؤتمر سادر سيطبق تباعا، وبعض ما هو مطلوب قد لا يمكن تطبيقه بسبب الأوضاع المالية. وتطرق عون إلى مواقف الولايات المتحدة من حزب الله، وقال في حوار مع الإعلاميين من بيت الدين: لا أمريكا بتتدخل، لا طبعنا بيقبل الضغوطات. طلع بيان من السفارة أو تصريح بقول هذا يمكن كان رد على الصحافة اللي طلعت الأخبار، مش ما كانت موجهة لنا، موجهة للسياسيين. نحن السلطة مش السياسيين، وإذا حدا يفتكر حدا ضغط علينا هذا غلط. بعدين سمعنا خبرية تانية إنه الولايات المتحدة أوعزت لي لإبعاد جبران مسك. هذه خبرية تكذيبة منا وفيها. أنا لا ببعد لجبران بسير ولا أي إنسان آخر بيقرب لإلي. كانوا يجوا لعندي سياسيين ساعتها الكبار بدهم ياني أضغط على جبران بسير في بعض الشؤون السياسية زعجتهم. كنت أقول لهم أعملوا مرفع حكومة مع جبران بسير، لازم يعترفوا أنه هو أكبر، عنده أكبر كتلة نيابية وعنده أكثر شيء وزراء، ما بيقدروا يستعملوني لحتى اضغط عليه. وتحدث عون أيضا خلال استقباله رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب مع وفد من المشايخ: لا وحدة للبنان بدون وحدة الجبل، والجبل معروف على أنه هو ترزي مسيحي. من أنزيل بالأول الإرث الثقيل يلي وصلنا له وكان من نصيبنا أنه نعالجه، نحن واعين له، ولهلا إن شاء الله نحن عم نسعى ونشتغل حتى يتعمد لبنان أو على القليلة نبدأ أعماره. وزير المال علي حسن خليل دعا إلى إعلان حالة طوارئ سياسية واقتصادية بما يطمئن الناس إلى أن هناك مؤسسات قادرة على مقاربة كل الملفات المتصلة بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولفت إلى أن اللقاء الاقتصادي المالي في بعبدة أفضى إلى التفاهم على ورقة اقتصادية، معتبرا أن المسؤولية تبقى بوضع هذه الورقة موضع التنفيذ.
الأوضاع العامة عرضها البطريرك الماروني في الديمان مع وزير الخارجية جبران باسيل، الذي أعلن التجاوب مع أي مبادرة يقومه بها البطريرك الراعي للمحافظة على الجبل. مقتنعين أن نوحد الجهد ونوحد الكلمة ونكون أكثر من منفتحين وأكثر من مدين الإيد، هيدا واجبنا تكلنا سوا نكون بالموقف الصحيح بالحفاظ على هيدا المساء، وما يكون في عنا أي التباس على القليلة بالموقف الموحد بهالأمور الكيانية، ونحن ما متجاوبين مع أي مبادرة بيقوم فيها سيدنا بهيدا المجال، تنوحد الموقف ونوحد الكلمة، لأنه وقت اللي بيكونوا موحدين بعتقد من الصعب خرقون، وهيك بنحافظ على هالجبل وعلى هالأرض وعلى هالهوية. النائب بلال عبد الله أكد في حديث لإذاعتنا أن كل محاولات زعزعة المصالحة ونشر الفتنة ستبوء بالفشل، وحول ملف قبر شمون قال: في ملف بعده بالقضاء بتصور، ولازم يستقبل أكيد أن يستمع إلى كل الشهود ويسلم كل المطلوبين، والملف القضائي يأخذ طريقه الطبيعي دون أي تدخل فيه، دون أي ضغوطات، دون أي إبلاءات، هذا بتصور النتيجة النهائية. بعد الفاصل، هل من حل لتلوث الليطاني؟ ما هو أثر تأخير العقود عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟ وهل المعاناة التمويلية أبعد من مساهمة الدولة؟ وماذا حل بالجمعيات الوهمية وغير الفاعلة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس الاتحاد الوطني لشؤون المعوقين إسماعيل الزين ومداخلات لمعنيين الثلاثاء بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر في منشات المساء ليوم الاثنين: غزل إيراني لدول الخليج يخرق المواجهة، فإلى أين سيؤدي؟ وتطويق أمريكي بريطاني لإيران عبر العقوبات، ما هو سقفه؟ وما هي خيارات الحريري للرد على التصعيد الأمريكي؟ القراءة مع الباحث الزائر في شؤون الشرق الأوسط في مركز كارنيجي للشرق الأوسط الدكتور جوزيف بحوط. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15، إعداد وتقديم دعاء حمصي فرح. جال وزير المالية علي حسن خليل بشكل مفاجئ في مرفأ بيروت، وأكد أن لا خيمة فوق رأس أحد من الجمارك بعد اليوم، وحق الدولة للدولة فقط. وزير الدفاع الياس أبو صعب اعتبر أن هجوم القوات اللبنانية عليه في ملف المعابر غير الشرعية هو هجوم سياسي يستهدفه ويستهدف المؤسسة العسكرية. هجوم بالسياسي مركز بالتحديد على وزير الدفاع، عبر وزير الدفاع شاءوا ولا ما شاءوا عم يهجموا على المؤسسة العسكرية. أنا بدو يطلع أوقف على الحدود سكر كل هيدي المعابر؟ لا، أنتوا عارفين حالكم تماما على مين عم بتقوصوا، أنتوا عارفين حالكم تماما بمين عم بتشككوا. ما نتخبى وراء إصبعنا، وما حدا يفكر أنه أنا مضطر للحظة من اللحظات اتخبى وراء المؤسسة العسكرية لحتى أخفي شيء أنا عامله. رأى لقاء سيدة الجبل أن كلام رئيس الحكومة سعد الحريري في واشنطن متقدم سياسيا ووطنيا، ولاسيما لناحية ما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل من أجل ترسيم الحدود والسعي للانطلاق من حالة وقف الاعتداءات إلى مرحلة وقف إطلاق النار وفقا للقرار 1701. واعتبر لقاء سيدة الجبل أن تنفيذ الدستور واتفاق الطائف وكامل بنود القرار الدولي هو ضرورة حيوية من أجل إنقاذ لبنان من تداعيات أحداث المنطقة، مشددا على أن حصرية السلاح في يد الدولة هي مسؤولية وطنية مشتركة بعيدا عن اختصاصات الطوائف. أعلن وزير الصناعة وائل أبو فعور أنه سيوجه إنذارات إلى المعامل التي تلوث نهر الليطاني وسيقفل أخرى. مروان الأدوم. صنف وزير صناعة وائل أبو فعور المؤسسات الصناعية التي تتركز على مجرى نهر الليطاني إلى عدة مراتب من حيث تعاونها لوقف التلوث عن المجرى والحوض والإجراءات التي اتخذتها، وهي حتى الساعة
على الشكل التالي: مصانع أقامت محطات تكرير لكن تحتاج لصيانة لأن العينات التي أخذت لم تكن مطابقة للمواصفات، وتم توجيه إنذارات لهذه المؤسسات. مصانع استوفت الشروط وسوت أوضاعها واتخذ القرار بإعادة فتحها، وأصبح لديها محطات تكرير ولكنها سوف تخضع للرقابة دائما. مؤسسات ومصانع أصبح لديها محطات متطورة. وزير الصناعة عدد المصانع التي سوف تقفلها الوزارة مؤقتا من أجل إعطائها فترة سماح لتسوية أوضاعها وتركيب محطة تكرير ورفع التلوث عن الليطاني. هذه مصانع غير مستوفية، غير مطابقة بيئيا بشكل كتير كبير. هذه مصانع حتى اللحظة يبدو أنه ما سمعت اللي تقوم فيه وزارة الصناعة، أو هي معتبرة أنه هي أقوى من القانون، أقوى من الدولة، وبالتالي مش معنية بكل شيء حصل. هي مصنع الجانو، مصنع رولي تعنايل، شركة الخمور اللبنانية بشير مشعلاني وأولاده، شركة الكونسيرو الحديثي شتورة، شركة روابي شتورة الغذائية، شركة هوم فودز جوال صفية وشركاه، مؤسسة مهنة فودز، مؤسسة الغدير، مؤسسة سان رايز للصناعة والتجارة، مؤسسة سويدان الأطيب، مؤسسة ظاهر هاني الديراني التجارية، مؤسسة عادل جواد، مؤسسة زياد ديب صالح، شركة موريس دي مشعلاني. أبو فعور الذي ناشد وزارة الصحة لسان المستشفيات من رمي نفاياتها الطبية في الليطاني، ووزارة الطاقة لتنظيف المجرى والزراعة من أجل التنسيق مع المزارعين، والداخلية لحس البلديات والشرطة لحماية مجرى النهر والحوض، ومجلس الأنماء والأعمار للتسريع في تلزيم محطات التكرير، أكد أن ليس هناك مهل جديدة بعد 22 أيلول للمصانع لتسوية أوضاعها، فبعد هذا التاريخ يأتي الإقفال. من وزارة الصناعة، مروان الدوم، صوت لبنان. خلصت المفتشية العامة التربوية بعد تحقيق بالخطأ الحاصل في نتائج الثانوية العامة فرعي الأداب والإنسانيات والاجتماع والاقتصاد، خلصت إلى أن المطالبة بإعادة تصحيح أو إعادة النظر بالنتائج أو منح إفادات تعتبر غير محقة، مؤكدة أن عملية تصحيح الخطأ تمت بالشكل الذي يضمن حق المرشح بالعلامة الذي منحته إياها اللجان الفاحصة. معرض لذاكرة الدبلوماسية السعودية اللبنانية وبخاري يجدد التأكيد على العلاقات التاريخية والمتجذرة بين السعودية ولبنان. جوزيفين أبي غصن. وثائق تاريخية وصور تعود إلى 90 عاما تروي تاريخا من العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية هو معرض الذاكرة الدبلوماسية السعودية اللبنانية شواهد نابضة، وقد افتتح اليوم في بيت بيروت في السوديكو لمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، وبدعوة من السفير السعودي في لبنان وليد عبدالله البخاري الذي وصف المناسبة بالمتميزة والفريدة. هذا ما يرويه تاريخ من العلاقات بين لبنان الحبيب ووطني المملكة العربية السعودية، وكل ما فيه يثبت ويؤكد المؤكد بأن العلاقة تاريخية ضاربة جذورها في التاريخ. الاحتفال حضره حشد من النواب والوزراء، وممثل النائب سامي الجميل عضو المكتب السياسي جورج جمهوري، ومثل رئيس الحكومة وزير الإعلام جمال الجراح الذي تحدث عن عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان. نأمل لهذه العلاقة التاريخية الممتدة التي لها جذور عميقة أن تستمر وأن تتطور، لأننا لا نزال بحاجة لهذا الاحتضان العربي في هذه الظروف القاسية في المنطقة وفي ظل الهجمات التي تتعرض لها المنطقة العربية. النائب الياس حنكش شدد في حديث لإذاعتنا على أهمية العلاقة بين لبنان والسعودية. طبيعة الحال لازم نعرف قيمة هالعلاقة وتاريخها وقدي هيك فاتت بالعمق من تاريخ البلدين. وللمفارقة، السعودية كانت أول بلد بيعترف باستقلال لبنان، بعتوا موفد من بعد الاستقلال وكان في اعتراف بقى مصلحة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني إنه يحافظ على هالأمان اللي ورتنينا من أجدادنا وتاريخنا، ونقدر نطور هيدا العلاقة للأحسن لمصلحة البلدين ولمصلحة الشعبين. المعرض يضم وثيقة معاهدة صداقة وحسن تفاهم بين المملكة وفرنسا والمملكة لبنان تعود لعام 1931. من بيت بيروت السوديكو، جوزيفين أبي غصن، إذاعة صوت لبنان.
شغل خبر عودة التجنيد الإجباري رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت وثيقة تعلن استئناف العمل بالتجنيد الإلزامي اعتباراً من 1/11/2019 عملاً بمرسوم جمهوري. وزير الدفاع الياس مصاب حسم الجدل حول الموضوع مؤكداً أن الخبر ليس جدياً، كما نفت قيادة الجيش صحة الخبر ودعت مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وعدم نشر أي معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية قبل العودة إليها. فاجأت الفنانة إليسا جمهورها بتغريدة على تويتر تعلن فيها نبأ اعتزالها الغناء، مشيرة إلى أن ألبومها الجديد سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، وعزت الأمر إلى أنها لا تستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا، قائلة إنها لا تستطيع أن تكون منتجة بعد الآن. سجلت قبل ظهر اليوم عشرات الغارات الجوية للنظام السوري وروسيا على بلدات ريف إدلب الجنوبي حسب شبكة شام. أعلنت أنقرة مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 في غارة جوية استهدفت رتلا عسكريا تركيا كان في طريقه إلى مركز المراقبة 9 شمال غرب سوريا. وكانت الخارجية السورية قد أعلنت أن آليات تركية محملة بالذخائر اجتازت الحدود ودخلت في اتجاه بلدة خان شيخون في ريف إدلب لنجدة جبهة النصرة، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقصف سوري وروسي لمنع الرتل من التقدم. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ليست مهتمة بالمحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن أي وساطة للحوار يجب أن تركز على إعادة واشنطن للاتفاق النووي. ويبحث ظريف اليوم في هلسنكي مع نظيره الفنلندي توطيد العلاقات وآخر التطورات، وذلك ضمن جولة أوروبية ستشمل السويد والنرويج. وحذرت طهران الولايات المتحدة من احتجاز الناقلة الإيرانية في المياه الدولية، وأوضحت وزارة الخارجية أن إيران وجهت عبر السفارة السويسرية تحذيرا لواشنطن بعدم التعرض للناقلة التي أبحرت من جبل طارق في المياه الدولية، وقالت أن واشنطن ستواجه عواقب هذا الخطأ بشدة، ورأت أن رفض محكمة جبل طارق للطلب الأمريكي بحجز الناقلة يؤكد أن العقوبات الأمريكية ليس لها أهمية وهي غير شرعية. كشف وزير الطاقة الإسرائيلي عن استعداد إسرائيل لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، ولفت إلى قرار إسرائيلي بمنع التموضع الإيراني في سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بمئات العمليات هناك المعلنة منها والسرية. أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة بضرورة طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية السلام بين البلدين. وأكد المجلس رفضه التقسيم الزمني والمكاني الإسلامي للقدس، ودعا إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. ونبقى الآن مع الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات. كان في النشرة جولدمان ساكس يتوقع تخفيض تصنيف لبنان الائتماني بعد أيام قليلة. رئيس الجمهورية: بعض السياسيين يطلب مني أن أضغط على بسيل لكنني لا أفعل. عشرات الغارات السورية والروسية على ريف إدلب الجنوبي. طهران تعلن أنها ليست مهتمة بالمحادثات مع الولايات المتحدة. النشرة انتهت، وتتابعون بعد قليل معشات المساء وضيف الليلة الباحث الزائر في شؤون الشرق الأوسط في مركز كارنيجي للشرق الأوسط الدكتور جوزيف بحوت.